المرجع في الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي، الوحدة الأولى. اليوم عندنا درس الجمع والطرح، وهو الدرس الثاني من دروس الوحدة الأولى ومن دروس الكتاب أيضا. إذا في الصفحة 14 و15 و16 من كتاب المرجع. إذا ننتقل إلى الصفحة 14. إذا في هذا الدرس يعني لدينا سنحقق الأهداف التالية التعلمية: أن يضع المتعلم وينجز عملية جمع وطرح الأعداد من 0 إلى 999، أن يجد الأعداد الناقصة في عملية جمع وطرح منجزة، ثم يحل موضع مسألة بتوظيف الجمع والطرح، ويحدد العملية الواجب إجراؤها لحل مسألة باستخراج أو باستعمال الجمع والطرح. إذا نبدأ لنبحث جميعا. إذا شارك عادل وفاطمة في مباراة لسحب الكرات الملونة. إذا نلاحظ الجدول ثم نحسب. إذا مجموع وفرق النقاط التي حصل عليها كل متبار نحدد الفائز. إذا بالنسبة لعادل حصل على 125 نقطة ثم 150 نقطة. إذا ما حصل عليه عادل؟ ما حصل عليه عادل ثم ما حصلت عليه فاطمة ثم الفرق بينهما. إذا بالنسبة لعادل غنديروا عملية الجمع. إذا غادي نجمعوا 125 مع 150. إذا 5 زائد 0 5، 2 زائد 5 7، 1 زائد 1 2. إذن عادل حصل على 275 نقطة أو كرة. بالنسبة لفاطمة، فاطمة 175 زائد 125. 5 زائد 5 10، احتفظ بالواحد. 7 زائد 3 10، احتفظ بالواحد. 300. إذن فاطمة حصلت على 300 وعادل على 100. إذن الفرق بيناتهم 300 ناقص 275، لأن فاطمة هي اللي حصلت على أكثر وهي الفائزة. إذن هنا 10 ناقص 5 5، إذن 10 ناقص 8 2، 3 ناقص 3 0. إذن الفرق بيناتهم 25 نقطة. إذن الفائز هي فاطمة أو الفائزة. فائزته هي فاطمة في هذا في هذا في هذه العملية ديال السحب. إذا ننتقل إلى التمرين الأول، أضع وأنجز. إذا هنا بطبيعة الحال كيعلمونا إذا بغينا نوضع عملية ديال الجمع أو الطرح، يجب أن نضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات. إذا هنا غنوضع العدد الأول اللي هو 300 و4 و46، 6 وحدات 4 عشرات 3 مئات. كذلك بالنسبة للعدد الثاني غنوضع الوحدة الثلاثة هنا والعشرات ثم المئات، ونقوم بعملية الجمع. إذا 6 زائد 3 9، 7 زائد 4 11، احتفظ بالواحد. 3 زائد 3 6، إذا النتيجة هي 619. إذا بالنسبة للعملية الثانية غنديرو نفس الشيء، الوحدات في مكان الوحدات ثم الطرح 4 وحدات 3 عشرات ثم 100، ثم نقوم بعملية الطرح. 7 ناقص 4 3، 8 ناقص 3 5، 9 ناقص 1 8. إذن العملية ديال الطرح والجمع يجب وضعها بشكل صحيح. هذه أول عملية يجب ضبطها لكي تكون العملية صحيحة. إذن ثانيا، أكتشف أقرب مئات إلى كل حد ثم أضع وأنجز. إذا هنايا غادي نكتشفوا أقرب 100. إذا بالنسبة لهذا العدد هذا هنايا اللي لاحظنا أقرب 100، يعني هنا عندنا 0 أو لا عندنا 100. إذا 100 هي الأقرب، هنا 200 هي الأقرب. لماذا؟ لأن إلا بغينا نديرو 300 غادي تجينا بعيدة، خصنا 99، وبالتالي الأقرب إلى 200، أقرب 100 هي 200. ثم هنا أقرب 100 هي 400. لماذا؟ لأن هي الأقرب. فإذا قمنا بعملية الجمع ستعطينا 600. إذن هذا العدد يسمى مقرب.
لان العدد المقرب كنشوفو شكون اللي قريب، الجهه اللي قريب، واش قريب هنا ل 200 ولا 300، هنا واش قريب ل 400 ولا 300. اذا بعيد على 300 وبالتالي اختارينا، لان بقى ليه 4 يوصل ل 400 هذا العدد. دابا غادي نديرو عمليه الجمع، لان العدد اللي غنخرجوا فيه كنتيجه خصو غادي يكون قريب الى 600. اذا نديرو العمليه عموديه ونشوفو. اذا 396 غادي نزيدو عليها 201، 6 زائد 1 7، 9 زائد لا شيء 9، 3 زائد 2 5. اذا لاحظوا 507، اذا قريبه جدا الى 600. فلو انه مثلا اختارينا هنا 300 غادي تعطينا 500 بعيده. اذا هذا يسمى الحساب المقرب. اذا ننتقل الى التمرين الثالث، ألون بطاقة رقم وحدات المجموع. اذا هنا غادي نشوفوا غير الوحدات. دابا الى جمعنا رقم الوحدات د هذا العدد مع رقم الوحدات د هذا العدد، يعني 5 مع 4، غادي نجمعوها افقيا تعطينا 9. اذا العدد الاقرب هو 9، ثم 453 زائد 225. اذا الى جمعنا الوحدات 3 مع 5 ستعطينا 8. اذا العدد الاقرب هو العدد هو او عدد المجموع هو مجموع الوحدات هو 8. اذا بالنسبه للعدد المجموع الثالث عندنا 2 زائد 4، اذا 6. اذا نجمع الوحدات فقط. اذا ألون بطاقة رقم وحدات الفرق. هنا غادي نشوفوا الفرق، هنا غادي بحال غنديروا الفرق ديال واحد مع واحد، اذا النتيجه غتكون هي الصفر. بالنسبه للعدد الثاني 7 ناقص 0، اذا النتيجه هي 7. 8 ناقص 6، اذا 2. اذا بحال اللي كنديروا عمليه الفرق ديال الوحدات فقط، بحال الارقام الاخرى غير موجوده، بحال هذه الارقام غير ديال المئات والعشرات غير موجوده. هذا هو المقصود في هذا التمرين. اذا ننتقل الى الصفحه المواليه وهي الصفحه 15، التمرين الخامس. في مسابقه لترويض الكلاب يطلب من الزبائن القيام بعمليات حسابية لمعرفة الكلب الذي سيشارك. أضع وأنجز العمليات وأربط كل كلب بالعملية المناسبة. إذا هنا غنديروا العمليات، غنقوموا بهذه العملية وهذا العام من بعد غادي نربطوا. إذا نبداو بعملية الجمع. إذا عندنا 389 زائد إذا 9 وحدات تحت الوحدات، ثم 7 عشرات تحت 8 العشرات، ثم العملية الثانية عندنا 901 ناقص 429. إذا 9 زائد 9 18، أحتفظ بالواحد. 8 و 8 16، أحتفظ بواحد. 1 و 3 4. إذا نشوف واش عندنا هاد النتيجة. إذا موجودة، إذا هذا العدد نربطه بالكلب الأسمر. هنا غنديروا عملية الفرق. 1 ناقص 9 لا يمكن، إذا 11 ناقص 9 2 ونزيلوا الواحد. 0 ناقص 3 لا يمكن، 10 ناقص 3 7 ونزيلوا الواحد. 9 ناقص 5 4. إذا هذه النتيجة عندنا في الكلب الأبيض والأسود. إذا هذه النتيجة نربطها بالكلب الثاني. إذا ننتقل إلى التمرين السادس. أتأكد من صحة العملية ثم أعيد إنجاز الخاطئ منها. إذا هاد العملية بطبيعة الحال خاطئة. لماذا؟ لأن الوضع ديال العملية خطأ. هاد العدد خصو يجي هنا، ثلاثة خصها تجي تحت الوحدات واثنان تحت العشرات. إذا هاد العملية فهي خاطئة. شوفوا العملية الثانية كذلك فهي خاطئة في الوضع، لأن تسع وحدات تكون تحت تسع وحدات. نشوفوا العملية الثالثة. العملية الثالثة عندنا 8 زائد 7 هي في وضعها صحيح، يبقى في حسابها نتأكد. 8 زائد 7 15، أحتفظ بالواحد. إذا هنا 4 زائد 4 زائد 1 تعطينا 9، إذا كذلك خاطئة ولكن في عدم احتساب الاحتفاظ. إذا نعيد العملية الثلاث. 525، 23 يجب أن تكون تحت الوحدات العشرات، ثم 7 و 8. إذا هنا إذن 7 زائد 3 10 15، أحتفظ بواحد. 8 10 13، أحتفظ بواحد. 1 زائد 5 6. إذن العملية الثانية هي عملية الطرح. إذن 409 ناقص 99. إذن
التلميذ الذي أنجز هذه العملية يجب أن يضع العملية بشكلها الصحيح كما هو مبين. إذن 9 ناقص 9 0، 10 ناقص 9 0 ناقص 9 لا يمكن، 10 ناقص 9 1، أنزل الواحد، 4 ناقص 1 3. العملية الثالثة إذن هي موضوعة بشكل صحيح، ولكن عندما بدأ التلميذ في إنجازها لم يهتم بالاحتفاظ. إذن 8 زائد 7 15، إذا احتفظ بواحد. 4 زائد 4 8 والواحد 9، 3 زائد لا شيء 3. إذن هذه هي الأخطاء وهذه هي التصحيحات. ننتقل إلى التمرين الثالث. أنجز العمليتين ثم أكتب كل من المجموع والفرق في المكان المناسب. إذن غنجزو، وإلى جانا الفرق هو الصغر نحطوه هنا، جانا هنا نحطوه، جانا كبير نحطوه هنا، والعكس صحيح. إذن ننجز العمليات ونضعها بشكل صحيح. 382، ثم العملية الثانية 973، ناقص 74. إذن 9 زائد 2 11، أحتفظ بواحد. 2 و 8 10، أحتفظ بواحد. 3 5 8 9، إذن 901 ستكون هنا. إذن النتيجة هنا. إذن هذا العدد نضعه هنا لأنه أكبر من 900. 3 ناقص 4 لا يمكن، 13 ناقص 4 9، أنزل الواحد. 7 ناقص 8 لا يمكن، 17 ناقص 8 9، أنزل الواحد. 9 ناقص 1 8. إذن 899 هو العدد الذي يأتي قبل 900 مباشرة. التمرين الثامن. أضع وأنجز العمليات في دفتري ثم أكتب المجموع والفرق في الشبكة. إذن غادي نأخذ دابا ورقة مستقلة لكي ننجز فيها الفرق بين الفرق والمجموع ديال الأعداد ونملأ الشبكة. إذن ألف غادي نحط العدد هنا، باء نحطه هنا، وجيم نحطه هنا. نبدأ بألف. إذن نضع العملية الثالث. 362 زائد 197، ثم عندنا 933 ناقص 386، ثم 800 ناقص 525. إذن العملية الأولى عملية جمع. إذن 2 زائد 7 9، 6 زائد 9 15، أحتفظ بواحد 5. إذن بالنسبة للعملية الثانية عملية فرق. 13 ناقص 6 7، أنزل الواحد. 13 ناقص 9، إذن 3 لا ناقص 9 لا يمكن. إذن 13 ناقص 9 تعطينا 4، أنزل الواحد. 9 ناقص 4 5. العملية الأخيرة. 0 ناقص 5 لا يمكن، 10 ناقص 5 5، أنزل الواحد. 0 ناقص 3 لا يمكن، 10 ناقص 3 7، أنزل الواحد. 8 ناقص 6 2. إذن دابا غادي نملأ الشبكة من خلال النتائج اللي حصلنا عليها. إذن هذه ألف. إذن العدد هو 500. إذن هنا غتجينا 559. غادي نمشيو نملأ جيم. جيم عندنا فيه 275. ثم لاحظوا العدد اللي لقينا صحيح. إذن 547 هو. إذن الشبكة صحيحة. فأنت إلا درتي نجزتي العملية وجاتك الشبكة خطأ شي رقم، عرف بأن العملية عندك خطأ. إذن ننتقل إلى التمرين التاسع. قالت عائشة لإيجاد العدد الموجود وراء الفراشة. إذن العدد اللي موجود هنا يجب إنجاز عملية جمع وعملية الطرح. أتأكد ثم ألون البطاقة المناسبة. إذن صحيح. غادي نديرو عملية الجمع، نجمعو هاد العددين، ومن بعد إن فوا غادي نجمعو هاد العددين غنقصو هاد العدد. إذن إذن صحيح. إذن عملية غنسبقو من عملية الجمع ثم عملية الطرح لنجد العدد الذي يوجد وراء الفراشة. إذن نجزو العملية. إذن عندنا العملية الأولى للجمع غتكون 508، غادي نزيدو عليها 392. إذن 8 زائد 2 10، نحتفظو بالواحد. 10 نحتفظو بالواحد 9. إذن هذا العدد هذا كمجموع راه هو 900. دابا باش نلقاو حنا العدد اللي وراء الفراشة،
عندنا هذا زائد هذا كيعطي هذا. الا بغينا نلقاو هذا غنقصو 900، نقصو منها هذا العدد، وبالتالي غادي نديرو 900. فمفروض علينا خصنا نجزو الجمع هذا الطرح. اذا 900 غادي نقصو منها 275. 10 ناقص 5 5 انزل الواحد، 10 ناقص 8 2 انزل الواحد، 9 ناقص 3 6. اذا العدد الذي يوجد وراء الفراشة هو 625. التمرين 10. اذا اشترت ربة بيت خضارا بثمن 98 درهما وفواكه بثمن 87 درهما، اعطت للخضار ورقة نقدية من فئة 100 درهم، كم سيرد عليها؟ اذا السؤال الف امثل ما ستؤديه ربة البيت ثم احسبه، احسبه كم. اذا عندنا جوج عمليات. العملية الف، اذا اولا ما ستؤديه، ما ستؤديه، اذا هنا ربة البيت، ثم باء كم سيرد او ما يرده لها الخضار. اذا ما ستؤديه غادي نديرو 98 درهم ديال الخضار، غادي نزيدو عليها 87 درهم ديال الفواكه ونشوفو نديرو عملية عمودية. اذا 98 درهم زائد 87 درهم، اذا 15، احتفظ بواحد 18. اذا 185 درهما هو يعني ما ستؤديه في الخضار والفواكه. ما يرده الخضر غناخذ هاد 200 درهم وغنقصوا منها 185 درهم ما ستصرفوه. إذا النتيجة شنو غادي تكون؟ إذا 200 درهم ناقص 185 درهم. 0 ناقص 5 لا يمكن، 10 ناقص 5 5، 0 ناقص 9 لا يمكن، 10 ناقص 9 1، أنزل الواحد، 2 ناقص 2 0. إذا 15 درهما هو الباقي الذي سيتبقى لربة البيت. ننتقل إلى الصفحة الموالية والتمرين العاشر. التمرين العاشر، قالت زينب أحد الأعداد الثلاثة يساوي مجموع العددين الآخرين. إذا أحد الأعداد الثلاث كيساوي المجموع. أجابت أختها أحد أحد الأعداد الثلاثة يساوي فرق العددين الآخرين. إذا دابا وحدة كتقول بأن جوج أعداد إلا جمعناهم غيعطيونا الثالث، وحدة كتقول إلا درنا الفرق بين جوج أعداد غيعطيونا الثالث. ولكن هنا باش نتأكدوا من هذا الشيء خصنا نديروا جميع الاحتمالات. الاحتمال الأول غادي نجمعوا جوج اعداد نشوفوا واش عطاونا الثالث. بطبيعه الحال خصنا نجمعوا اللي صغار. اذا عندنا 316 صغير، 483 صغير، غادي نجمعوهم ونشوفوا واش عطاونا 799. اذا 316 زائد 483 ونشوف 3 زائد 6 9، 1 زائد 8 9، 4 زائد 3 7. اذا صحيح ما قالته الاخت الاولى، ما قالته زينب، أن مجموع عددين يعطينا الثالث. إذا البنت الأولى على صواب. دابا باش نتأكدو من البنت الثانية غنديرو الفرق، غنديرو الفرق ديال 799 غنقصو منو 316، وعاوتاني غنديرو 399 وغنقصو منو 483 ونشوفو واش غادي يعطينا. إذا في نظري أنا خصنا نلقاو، إلا درنا الفرق هذا مع هذا خصنا نلقاو هذا. علاش؟ لأن مادام المجموع ديالهم كيعطينا العدد الثالث. إذا دابا غنديرو عملية الفرق، 9 ناقص 6 3، 9 ناقص 1 8، 7 ناقص 3 4. إذا فعلا درنا الفرق بين هذا وهذا، لقينا هذا. دابا غنديرو الفرق بين هذا وهذا باش نلقاو هذا. إذا 9 ناقص 3 6، 9 ناقص 8 1، لهنا 700. إذا 7 ناقص 4 3، إذا 316. إذا صحيح، صحيح ما قالته زينب وصحيح ما قالته أختها. إذا التمرين 12، اكتشف أقرب مئات. إذا هنا غنديرو التقريب إلى المئة، إلى كل عدد حد ثم أضعه وأنجز عملية الطرح كما في المثال. إذا هنا قربنا المئتين، علاش؟ لأن مئتين هي اللي قريبة. هنا 800 بحيث 800 قريبة، هنا إلا بغينا نقربو شكون اللي قريبة؟ 500. علاش؟ لأن ملي تجاوزنا 50، 450 الفوق قربنا ل 500. هنايا شكون اللي قريبة؟ 300، لأن تجاوزنا 250. لو كان كنا قل من 250 غناخدو 200. إذا
ولكن طونك دزنا 250 فاحنا قربنا ل 300. اذا دابا غنديروا الفرق شحال غنلقاو 200. نديروا دابا العمليه نشوف شنو تعطينا. 465 ناقص 287، 5 ناقص 7 لا يمكن، 15 ناقص 7 8 انزلوا الواحد، 6 ناقص 9 لا يمكن، 16 ناقص 9 7 انزلوا الواحد، 7 4 ناقص 3 1. اذا 178 هو المقرب ديالو، هو 200، اذا صحيح. ننتقل الى التمرين 13، اضع وانجز ثم الون السياره حسب التوجيه. اذا غادي نوجدوا ثلاثه ديال الالوان، غادي نلونوا بهم. دونك عندنا الزرق وعندنا الخضر اللي كينلونا بعد الحساب. اذا نبداو الحساب، غنجمعوا دابا مثلا 98، غنحطهم كاملين كعمليات ومن بعد نديروا عمليات الجمع والطرح. اذا عندنا 302 زائد 98، هذه عمليه الجمع اللي عندنا في السياره. عندنا 475 ناقص 89، هذه في العمليه الثانيه. ثم 564 ناقص 326. نبداو عمليه الجمع. 2 زائد 8 10 احتفظ بالواحد، 1 زائد 9 10 احتفظ بالواحد، 1 زائد 3 4. اذا كاينه موجوده، اذا صح. العملية الثانية، 5 ناقص 9 لا يمكن، 15 ناقص 9 6 انزل الواحد، 7 ناقص 9 لا يمكن، 17 ناقص 9 8 انزل الواحد، 4 ناقص 3 4 ناقص 1 3. اذا 300 اذا موجود، اذا هو اللي غنلونه باللون الاخضر. العملية الثالثة، 4 ناقص 6 لا يمكن، 14 ناقص 6 8 انزل الواحد، 6 ناقص 3 3 5 ناقص 3 اثنان. اذا 238. اذا غادي نلونوا دابا 400، اذا هذه اللي لقيناها كتساوي 400، اذا غنلونوها بهذا اللون. دونك وعندنا العملية الثانية اللي هي 475 ناقص 89، لقيناها كتساوي 386، يعني غنلونوها بالأخضر. ثم العملية الثالثة درنا 564 ناقص، لقيناها كتساوي، إذا غنلونوها بالأزرق. والعجلات ما عندناش، ما غنلونوهمش لأن ما فيهمش أرقام. إذن هذا هو الموضوع ديال التمرين. إذن لاحظوا دائما عملية الطرح والفرق والجمع هي اللي حاضرة في هذا التمرين. إذن ننتقل إلى التمرين 14، استعين بالحساب المقرب لتحديد العمليات الخاطئة ثم أصل كل عملية بالخطأ المرتكب. إذن دابا غنديرو حنا غير الحساب المقرب. إذن دابا إذا بغينا نديرو حساب مقرب، هذا أقرب 100 هي 600، هذه أقرب 100 هي 100، إذا شحال تعطينا؟ 700. إذا هذا الجواب خطأ. شنو الخطأ؟ نشوفوا شنو الخطأ. إذا في الوضع، إذا 7 خصها تجي هنا و 8، إذا هذه العملية خطأها هو الوضع. نديرو هنا الحساب المقرب، إذا غنديرو 700 وغادي نقسم منها 100، غتعطينا 600. إذا 600 هنا لقاو 800، إذا كاين خطأ. شوفوا فين كاين الخطأ. إذا جوج ناقص 9 لا يمكن، 12 ناقص 9. إذا هنا شنو دار التلميذ؟ دار 9 ناقص 2، إذا الخطأ في الحساب. حسب دار العكس، 9 ناقص 2، شاف هذا كبير قال أرى نقص الكبير من الصغير. لا، 12 ناقص 9 خصها تعطينا 3، وبالتالي الخطأ ديال العملية هو خطأ في الحساب. أما الوضع فهو صحيح. إذا ننتقل إلى التمرين 15، لمشاهدة آخر فيلم اشترى 189 شخصا تذاكرهم من شبابيك السينما واشتراها 78 شخصا عن طريق الانترنت، وحسب العدد الذين حضروا العرض. اذا كاين اللي شرا من الشبابيك، اذا خصنا نفهموا التمرين. كاين اللي شرا التذاكر من الشبابيك وكاين اللي شراها من الانترنت. اذا 189 شراو من شخص، شراو من الشبابيك،
و 78. إذن العملية عملية جمع، إذن غادي نجمعو 189 وغادي نزيدو عليها 78، وغادي نوضعو العملية عمودية 189 زائد 78 ونشوفو شنو غتعطينا. دونك 9 زائد 8 17 كنحتفظو بواحد، 8 و 8 16 كنحتفظو بواحد، إذن 267 هو العدد الذين حضروا العرض. آخر تمرين هو تمرين 16. تساءل غانم، هل يكفيني مبلغ 700 درهم لشراء اللعبتين؟ إذا هنا اللعبتين، إذا هنا غنديرو عملية جمع وغنديرو عملية طرح. أولا غنجمعو ثمن اللعبتين، إذا هنا عندنا جوج عمليات، إذا غنديرو العملية ديال الجمع، إذا أو ألف أو لا غنديرو غير واحد العلامة. إذا ثمن اللعبتين، ثمن اللعبتين هو 529، غادي نزيدو عليها 175 ونشوفو شنو غتعطينا. إذا غنديرو العملية عمودية 529 زائد 175، إذا 9 زائد 5 14، 10 2 و1 3 و7 10 احتفظ بالواحد، إذا 704 هو عنده 700 درهم. إذا هل ستكفيه؟ لا تكفيه. إذا هل سيكفيني المبلغ؟ لا، لأن خاصه 4 ديال الدراهم، هو عنده 700 درهم ولكن لعبتين خاصهم 704 ديال الدراهم، ولكن ما خاصوش بزاف. إذا هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس، الدرس الثاني من دروس مرجع الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي، الجمع والطرح.